رأيت كتابا من هذه الكتب جمع فيه صاحبه دعوات أنشأها، فكنت أقرأ وإذا بالكتاب مليء بالخرافة والألفاظ الركيكة، بل بعض العبارات التي هي أشبه ما تكون بالطلاسم، إضافة إلى ما فيه من استغاثات شركية ودعوات بدعية. فقلت في نفسي: من يقرأ هذا الكتاب؟ ومن يرضى بمثل هذا الدعاء؟ ما أظن أن أحدا يقبله. ثم نظرت في آخر الكتاب وإذا بمصنفه يقول: لما فرغت من تأليفه ترددت في نشره وحبسته وقتا وأنا متردد في نشره، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال: لماذا هذا التأخير؟ عجل بنشره. وجاءني أبو بكر، وجاءني عمر، وجاءني عثمان، وجاءني علي، فوجدتني مضطرا إلى المسارعة إلى نشره والمبادرة إلى نشره. وهذا القائل لا يخلو من حالتين: إما أنه كاذب أصلا فيما ادعاه أنه رأى في المنام مجيء النبي وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أو أنه صادق بأنه رأى في المنام لكنه لم يرى إلا شيطانا قال له إنه رأى إنه الرسول عليه الصلاة والسلام، أو إنه أبو بكر أو عمر أو عثمان. وقد كان الصحابة يسألون من قال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم: كيف صفة من رأيت؟ لأنه عليه الصلاة والسلام قال: من رآني فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، أي لا يستطيع على أن يأتي على صفة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية، لا يستطيع أن يأتي على صفته الحقيقية، لكنه يأتي على الصفات الأخرى ويزعم أنه النبي. ودخلت من هذا الباب على أقوام خرافات كثيرة جدا. وأذكر أن أحد السائلين من الجهال جاء إلى أحد مشايخنا وسأله، قال: يا شيخ، رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، قال: صف من رأيت. قال: رأيته رجلا حليق اللحية، عليه البدلة والكرافتة، هذه صفته. فبين له الشيخ أن هذا شيطان، وأزيد على ما قاله الشيخ أن هذا الشيطان شيطان فرنجي. نسأل الله العافية. فكم من الخرافة والضلال والدجل دخل على الناس دخولا واسعا كبيرا، فظلوا بمثل هذه المنامات المدعاة الكاذبة الفاجرة التي ليس من ورائها إلا إضلال الناس وصدهم عن سواء السبيل.